مساء الخير، مساء الصحة، مساء الجمال. النهاردة حلقة جديدة من حلقات برنامج ابدأ بنفسك. وقبل أي حاجة برحب بزميلتي بسمة. أهلا يا بسمة، ازيك يا فاطمة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. النهاردة هنتكلم عن نوع من أبشع أنواع التجارة، وهو تجارة البشر وتجارة الأعضاء. طبعا معانا المستشار القانوني اللي مشرفنا ومنورنا، أستاذ علي عبد الحميد الجزار. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. مشرفنا ومنورنا. ربنا يخليك يا رب. عايزين نعرف بقى من حضرتك إيه هو الإتجار بالبشر وإيه الجرائم المرتبطة بيه؟ الإتجار بالبشر هو نوع من أنواع الإتجار في الأعضاء، بمعنى إن في الفترة الأخيرة ظهرت عصابات وظاهرة اختفاء الأطفال الصغار، وبعد كده بيتم العثور عليهم في مصارف، في مناطق نائية إلى آخره. بفحص هذه الجثث للأطفال اتضح إن داخلها فقدان أجزاء كبيرة من الأعضاء، زي الكليتين وزي الكبد وزي الأمعاء إلى آخره. في مجموعة من الجرائم ظهرت أخيرا في المجتمع، وهي الإتجار في هذه الأعضاء البشرية. فتم تشكيل عصابات، وللأسف العصابات دي أصبحت مشكلة من الأطباء ومن الصيادلة والممرضين وبعض الخارجين عن القانون، وابتدوا يخطفوا الأطفال دول. في منهم أطفال ابتدوا يتباعوا كأطفال كسلعة. أيوة. الطفل ده بيتباع كسلعة وبيخرج خارج البلاد أو داخل البلاد، فهنا ده بيبقى إتجار في البشر. أما لو تم استئصال أعضائه وبيعها واستخدامها في بني ادم تاني مريض، او بني ادم المفترض انه هيشفى باجراء عمليه جراحيه عن طريق اطباء، اللي هي اسمى واشرف وانزه مهنه موجوده في الخلق على الكون، هنا بيبقى تجاره اعضاء. الفرق ما بينهم واضح وكبير، لكن الاثنين بيؤدوا الى نتيجه واحده. طيب طبعا زي ما حضرتك عارف في اكتر من صور للجرائم دي، فممكن حضرتك تعرفنا اكتر ايه الصور دي، انواع الصور دي؟ الصورة الأولانية اللي هي المعتادة، اللي هي غريبة على المجتمع المصري وموجودة في الآونة الأخيرة وفي ناس كتير اتمسكت واتقبض عليهم، هي تجارة إن الطفل يختفي عن أهله وبعد كده يلاقوه جثة أو يلاقوا منه جزء من أعضائه مش موجودة، وبيتم التحقيق لحد ما تم القبض على مجموعات كتير جدا داخل جمهورية مصر العربية. طب ممكن حضرتك ده النوع الأول. اتفضل يا فندم. أنا عايز أعرف بقى إيه عقوبة الدكتور أو الممرضة اللي هي تعمل كده، يعني كتجارة الأعضاء أو تجارة البشر، ده عقوبتهم إيه في القانون؟ احنا بنصنف بقى، هل هنا في أماكن معدة ل زي ما بيقولوا كده قطع غيار البني آدمين اللي موجودة مكان داخل الجمهورية، معد ولا مش معد؟ الأطباء بيزاولوا المهنة ولا ما بيزاولوش؟ الدكتور دوت بيمارس عمله ولا ما بيمارسش؟ في مستشفيات خاصة، مستشفيات أميرية وحكومية، بيتم الإتجار بالمرضى واستئصال جزء من اعضائهم والاتجار فيهم لصالح بعض من الاسرياء اللي عايزين بدل هذه الاجزاء المرضيه زي الكبد وخلافه. ده نوع من انواع الجرائم. النوع الثاني وهو الاتجار في البني ادم نفسه، اذا كان طفل او شاب او حدث، بيتم الاتجار فيه وبيعه ويتم تخريجه او تهريبه ده خارج البلاد. ده النوع الثاني. اما النوع الثالث هي التجاره المرتبطه بالاب والام نفسهم. ممكن الأب والأم النهاردة يشوفوا بنت قاصرة عندها 12 13 14 سنة، بيبتدوا عن طريق سمسرة أو عن طريق تزوجهم لزيجات خارجية عربية أو داخلية عن طريق الحصول على المال. هنا النوع دوت نوع من أنواع الإتجار في البشر تختص به مباحث الآداب. فعندنا الأنواع كتير جدا، والتقسيم الجنائي بالنسبة لها كبير جدا وكتير جدا، فلازم نفرق بين كل واقعة وأخرى. طب لو ام واب فعلا عملوا زي ما حضرتك ما بتقول، ده عقوبتهم ايه في القانون؟ على حسب الجرم. لو هو مثلا لو بالنسبه للبنت القاصره ممكن تصل العقوبه لاشغال شقه. لاشغال شقه. طب ولو طبيب؟ لو طبيب ما احنا بنفرق بقى ان وضع الطبيب وضعه والاب والام بالنسبه لزواج القاصرات وضع تاني. يعني زواج القاصرات دوت هو نوع من انواع الاتجار بالبشر. زواج القاصرات؟ طبعا زواج القاصرات اذا كان في مقابل مادي، اذا كان في ربح او عطيه او وعد الى اخره، ده بيعتبر نوع من انواع الاتجار في البنات القُصّر، وبيعاقب عليه قانونا، سواء الاب او الام او الوسيط او الزوج او المأذون او الكاتب العرفي اذا ما كانش فيه توثيق رسمي لهذا الزواج، فهنا دي تعتبر تجاره اعضاء في البشر. طيب مين ناس كتير جدا من الاهالي اللي هم البسطاء اللي ما يجهلوا بالقانون ما يعرفوش ان هم لما بيعملوا كده، وخصوصا لما بتتكرر حالات الزواج ودي موجوده، ان بنت تتجوز واحد عربي ساري لمدة معينة وبعد كده ترجع تتطلق منه وتتجوز واحد تاني وترجع تتطلق منه وتتجوز واحد تالت إلى آخره،
ده بيعتبر نوع من أدواع من أنواع الإتجار في هذه البنت، وهو الإتجار في البشر، وبيتم تقسيمه جنائيا ومعاقبتهم جنائيا على هذا الفعل الإجرامي والنشاط الإجرامي اللي ارتكبوه. أما مسؤولية الدكتور في حالة النهاردة إن هو يستأصل عضو بعلم المريض، هو طبعا غير جائز قانونا ويتم تقسيمه في القانون المصري. طب إيه عقوبته بقى؟ عقوبته برضه بتصل الى دي عقوبات جنايات كلها، طالما يعني جنايات بتصل الى الاشغال الشاقه سواء المؤبده او المؤقته. المؤبده اللي هي 25 سنه زي الناس ما عارفه، المفروض المؤبده دي الى ما لا نهايه. أيوة. اما المؤقته ممكن تبدا من 10 سنين 15 20 سنه لو المحكمه نصت عليها او قالت لمده كذا. سياده المستشار، عايز اسال حضرتك على حاجه، ايه علاقه الزواج القاصرات بالاتجار بالبشر؟ ما هو يا فندم النهارده الاب والام او الولي او المسؤول عن البنت او رعايتها او حضانتها لو فكر النهارده ان هو يجوزها مره واثنين وثلاثه وهي قاصره لا تملك من امرها شيء، ووجود ولي لها اللي هو الاب او الاخ او الام الى اخره، ويتم الاتجار في هذه البنت بتزويجها لساري سواء عربي او غير عربي، مصري او غير مصري، ويتم تزويجه ليها، وبيتم تكرير هذا الفعل اكتر من مره، او بعض الناس اللي هم المتخصصين زي ما بيسموهم الخطبه زمان ودلوقتي اللي هي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، في ناس كتير جدا تفتح حضرتك الفيس او النت وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقي عرض زواج موجود، واحده بتقول انا عندي بنات من سن كذا لسن كذا، الطلب موجود هنا، عرض وطلب، دي جريمه. طالما البنت النهارده قاصر لا تملك من امرها شيء، والجواز النهارده على فتره معينه مقابل مادي، هنا يعتبر اتجار فيها، القانون جرمها حرصا على البنت. طيب الزوج هنا برضه بيتعاقب، بيبقى له عقوبه؟ طبعا شريك في الجريمه لو عارف، لو عارف، لو سيء النية، اما لو حسن النية بياخد عقوبة اللي هي مع ايقاف التنفيذ لانه حسن النية. والاب برضه؟ لا طبعا، الاب والام هو النهارده عارف ان بنته قاصرة وعارف ان بنته ما بلغتش، يعني الاثنين بيتحاسبوا، الاب والام والزوج. الاب والام والوسيط كمان اللي هو ممكن يبقى الخطبة. طب ايه العقوبات بقى؟ لا الوسيط يا فندم اللي هو ممكن يبقى ايه؟ اللي هو موصلهم ببعض. اللي هو موصلهم ببعض، اللي هو من زمان كانوا بيسموه الخطبة، يعني كده اللي هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو بيعرض كأن البنت دي سلعة، كأنها موجودة، ده نوع من أنواع الإتجار. طب إيه العقوبة بالظبط؟ الأشغال الشقة للثلاثة، حسب الواقع طبعاً، لكل والبنت هنا إذا كانت ما تدركش ولسه قاصر بيتم إيداعها أحد دور الرعاية اللي موجودة طبقا للقانون برضه، ما بتتحبس البنت لأنها طبعاً دي يعتبر في الأول وفي ضحية، مجني عليها ضحية بالظبط كده. طب سيادة المستشار، إيه هي المسؤولية المفروض بتقع على إتجار الإتجار بالبشر تمام، والمسؤولين اللي حواليها؟ طبعا مسؤوليه جنائيه خطيره إيه؟ جدا لكل من ارتكب هذه الجريمه، سواء مثلا بالنسبه للوقائع اللي هي عباره عن استئصال اعضاء من المجني عليهم وتؤدي الى وفاتهم، او استئصال اعضاء لا تؤدي الى وفاتهم. يعني في بعض الجرائم اللي تمت لبعض المجني عليهم استئصال عضو ومع ذلك ما بيؤديش الى الوفاه لهذا الشخص او هذا الطفل، وفي استئصال اعضاء اخرى لاطفال اخرى تم وفاتهم ماتوا، فهنا الجريمه هي الجريمه واحده، لكن النتيجة الإجرامية للفعل الإجرامي للجاني اللي هو الدكتور والطبيب والممرض والوسيط والمجرمين اللي قاموا بارتكاب هذا الفعل نشاط إجرامي واحد، كل حسب دوره الإجرامي وكلهم بيعاقبوا عقوبة الفعل الأصلي. طب إيه الفرق؟ بتصل العقوبة في بعض الأحيان للأشغال الشقة المؤبدة، وده لما يكون عدد الجناة كتير جدا، وبتصل في بعض العقوبات لبعض المتهمين اللي هم ده غالبا بيبقوا دكاترة اللي هم بيقوموا بإجراء هذا الفعل الإجرامي باستئصال العضو للطفل او المجني عليه او المخطوف النهارده، بتصل بيه العقوبه لحد الاعدام، احاله اوراقه للسيد فضيله المفتي واحالته والحكم عليه بالاعدام. طب هنا بيتم اكتشافها ازاي؟ عن طريق طفل اتغيب عن اهله بيبلغوا، وبعد كده بيتم العثور على الجثه او جزء من الجثه ناقصه اعضاء موجوده، بيتم تشريح هذه الجثه وبيعرفوا ان تم استئصال عضو كذا وعضو كذا وعضو كذا، زي ما حصل فعلا في مصر، وفي مجموعه اتمسكت كبيره جدا من الاطباء ومن الدكاتره ومن الممرضات وطاقم التمريض كله، ومعاهم بعض الجناه المجرمين المتخصصين في جرائم القتل. طب هل المتبرع بعضو من اعضائه ده برضه بيتحاسب؟ في مصر هنا بيعتبر جريمه، ما عندناش هنا القانون المصري يجرم التبرع بالاعضاء. طب في ظاهره منتشره الايام ديت او هي بقالها كتيره بمعنى اصح، ان ممكن ناس ما بيبقاش معاها فلوس فانا هروح النهارده هتبرع بكليتي. هذا الاجراء اجراء غير قانوني وبيتم في الكتمان وفي الخفاء وفي غير العلن. طب ايه هي عقوبته بقى؟ عقوبته بتصل الى اشغال، ما هي دي جنايه.
لان هنا اي فقد اي عضو من اعضاء الجسم ده يعتبر عاهه حتى مستديمة. لو كاتب اقرار على نفسه حتى لو كاتب الدكتور يتعاقب الدكتور يتعاقب والمتبرع يعاقب والمتبرع اليه يعاقب وطبعا في ناس مش مسؤوله هنا بقى بيبقوا غصب عنهم زي طاقم التمريض او غيره لان هنا الوقعه هي قبول واجاب بين الطرفين بين الجاني وبين المجني عليه بين المتهم اللي هو الدكتور واللي هو تبرع بهذا العضو من اعضائه وما بين المجني عليه نفسه اللي هو تبرع بهذا العضو فالجريمه والمسؤوليه الجنائيه مشتركه ما بين الاطراف كلهم. طب هل يجوز ان تكون تجاره الاعضاء مرتبطه بالجرائم الالكترونيه؟ طبعا في علاقه؟ طبعا في علاقه بين الجرائم الالكترونيه والجرائم. ممكن حضرتك توضح لنا اكتر؟ الجريمه النهارده زي ما وضحت في المثال البسيط في كلام السابق يعني ان في واحده ست او واحد راجل بيعلن على موقع زواج وده موجود فعلا على فكره لما تخش على 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 الانترنت وعلى الفيس والى اخره هتلاقي مواقع الزواج مواقع زواج المصريات مواقع زواج السوريات مواقع زواج مش عارف ايه كل دوت موجود فالنهارده لو تم اكتشاف هذه الحالات بمقابل مادي فهنا تعتبر جريمه في الايجار خصوصا لو البنت او المجني عليها او الزوجه قاصره فدي جريمه طبعا يعاقب عليها القانون لكل من ساهم واشترك فيها. معانا طلال ابن حسن خضر سفير النوايا الحسنه معانا على التليفون. اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل يا استاذ طلال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اول شيء احيي برنامج الصحه يا جماعه الحقيقه استاذه فاطمه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الكرام الاستاذ علي الجزار المستشار واستاذ القانون حقيقه احيي جميع الاسره اتفضل. طلال معاك يا سامعين حضرتك اتفضل. اتفضل يا فندم. اول شيء بالنسبه لمكافحه تجار الاعضاء انا والله استاذ عادي اتمنى يعني توصل كلمه دي لزياده رئيس الجمهوريه المطلوب الناس هذه تحط عليها اذا قبض عليه يحطوا في ميدان عام ويضربوا برصاص ويخففوها للعالم كله بصراحه لان هذول بيحكوا ورفض اللي كتب منهم ان شاء الله. طبعا انت القانون ونفس الفكره هذه تكتب الجميع. انا احب مكافحه الجريمه دي باي طريقه كانت لانه انا اصلا يعني درست تحقيق كامل كرايم هذا. فانا ظنيت يا استاذ علي بالمداخله دي وانت استاذ قانون فعلا انا لي يعني لي سنين معاك وعارف انك انت انت المسؤوليه في المحاماه والمستشار يعني في الدنيا حقيقه وانت احسن استفدنا منك كثير استاذ انا يعني بنشكر حضرتك جدا يا استاذ طلال ميرسي جدا لحضرتك. الشريف طلال سفير النوايا الحسنه هو راجل محكم عرفي ومحكم دولي وهو سعودي ومقيم هنا في مصر وله اعمال خيريه كتير جدا وحضرنا اكتر من مره في اكثر من لقاء واكثر من حوار لحل المشاكل ومن ضمنها محاربه الجريمه وهو عضو في منظمه محاربه الجريمه وليه افضال كتير ربنا يبارك له في صحته وفي ماله وفي اولاده يا رب. سياده المستشار قول لي كده احنا نقدر نحارب اللي احنا فيه ده ازاي دلوقتي؟ نحاربه ازاي يا فندم؟ احنا كمجتمع ولا كحكومه كمجتمع ولا كاسره؟ الكل لازم يتضافر، كل الجهود لازم تتضافر لحمايه اولادنا، لان المشكله كلها بتتم لو حضرتك بتشوفي مثلا النهارده مواقع التواصل او الجرائد او التلفزيون او الاخبار هتلاقي ان كل يوم والتاني في طفل بيفقد، في بنت بتفقد، في بيتم خطف النهارده الابناء لحد ما وصل النهارده الامر لان بيتم اختطاف الشباب اللي هم القصر بيتم اختطاف البنات النهارده. القصه كلها في ان في ناس اتعدمت من قلبها الانسانيه والرحمه واتعدم من قلبهم وعارفين ان الناس دي ناس يعني في البشريه اخواتهم في البشريه زيهم بيتاجروا فيهم سواء بقتلهم النهارده وقبل قتلهم الحصول على اعضائهم لتحقيق مكاسب ماديه زائفه او النهارده الاتجار فيهم كبشر بتسفيرهم خارج البلاد. المشكله مشكله كبيره جدا لابد ان يكون في النهارده متابعة ورعاية من الكل تضافر من الكل. أول حاجة طبعا الأسرة النهاردة الأب والأم والأخوات والأهل والجيران النهاردة لازم يبقى في خط سير للأطفال خصوصا الأطفال الصغيرين النهاردة وهم رايحين مدارسهم بقت مشكلة بقت النهاردة
في وسائل مواصلات اخترعت واستجدت في مصر زي التكاتك والموتوسيكلات وغيره. عفوا، هو اللي بيتم بها تحقيق هذه الجرائم بقطف هؤلاء الصغار من امام منازلهم او مدارسهم والاتجار فيهم. مشكله النهارده قلب الاب وقلب الام هو اللي بيتحرق على ابنه الصغير، وفي الاخر شويه مجرمين سواء متعلمين دكاتره او غيرهم او مجرمين تم قاموا بخطف هؤلاء الاطفال يقوموا بالاتجار فيهم لتحقيق مكاسب ماليه كبيره. طب حضرتك شايف، كنت حضرتك بتقول ان دينا يعني ديت عقوبتها اشغال شقه مؤبده، وفي حالات بتوصل للاعدام. يعني في بعض المجرمين النهارده اللي هم الدكاتره بالذات اللي بيقوموا بعمليه الاستئصال والتركيب والقص واللزق في البني ادم كانه قطعه غيار وكانه تلفزيون النهارده او كانه جهاز بيشيل من هنا ويحط هنا بمزاج اهله، طبعا هنا ده بتصل بيه العقوبه للاعدام لحاله اوراقه للمفتي. طب ايه هي يعني العقاب اللي هينزل على الطبيب اللي هو بيوهم المريض ان الجزء او العضو اللي في جسمه ده خلاص في عجز ولازم هو ياخده؟ دي حصلت فعلا يا فندم، حتى في فيلم ناقش القصه ديت بتاع الفنان المرحوم نور الشريف. الله يعني. طبعا اللي هو الفيلم بتاع لما خدوا كليته اوهموه النهارده او الدكاتره اوهموه ان هو عنده مرض معين وتم واحنا بنشيل لك المراره، وبعد كده فوق ان هم شالوا كليته وتاجروا فيها وركبوها مش عارف ايه. برضه الطبيب له نفس العقوبه يا فندم؟ الطبيب هنا ليه هو الاشغال الشاقه المؤبده، لان هنا الجنايه، لان الحاله ما وصلتش لحاله وفاه. يعني النهارده يعني تم ادخال الغش والتدليس على المجني عليه اللي هو المريض اللي هو في حالتنا دي اللي احنا بنمثلها في الفيلم. الفنان نور الشريف بان هم ادخلوا عليه الغش والتدليس وقالوا احنا هنجري لك عمليه جراحيه لانك انت مريض بمرض كذا. وبعد كده شالوا جزء من جسمه اللي هو الكليه وركبوها في حد تاني. فهنا تم اكتشاف الجريمه بعد فتره معينه لسبب ما، وتم تحريك دعوى جنائيه ومحضر وقدم الجميع للمحاكمه الجنائيه. طيب لو وصلت للوفاه بتصل الى الاشغال الشاقه المؤبده للجميع، لان هنا ما وصلناش لحاله الوفاه او حاله ان المجني عليه توفى نتيجه احداث تلك العاهه او نتيجه سرقه او نتيجه اختلاس جزء من اعضائه اللي هو موجود داخل جسمه عن طريق ان هو بيثق في الطبيب اللي قام باجراء العمليه الجراحيه ليه وقام بادخال الغش والتدليس عليه واستئصال جزء من جسده دون اخباره ولاسباب وهي ملفقه كاذبه مزوره، وبعد كده متاجره فيها سواء باعطائها وزرعها في جسم مريض اخر. هنا طبعا عقوبته بتصل للاشغال الشاقه المؤبده. في حاله الوفاه بيبقى الاعدام؟ في حاله الوفاه النهارده، لان هنا بيبقى الجريمه اسمها جريمه عمديه، فيها قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص، وفيها ركن مادي للجريمه وركن خاص للجريمه. طب ممكن حضرتك توضح لنا اكتر الفرق بين الطبيب متعمد الاذى او خطا مهني؟ في فرق في الحالتين؟ الخطا المهني هنا ممكن الطبيب ما يجازاش عليه خالص. يعني انا النهارده كطبيب شغال مثلا او فاتح مثلا بقوم باجراء عمليه استكشافيه مثلا، وشغال مثلا بعمل حاجه في بطن المريض، وانا شغال لقيت حاجه بايظه جوه او عندي نزيف جوه او حصل ايه، او نسيت مثلا فوطه غصب عني، او نسيت زي ما حصل كتير وسمعنا الحالات دي موجوده، او نسي مثلا مشرط، او نسي موبايل، او نسي موبايل زي ما حصل كتير جدا. دي حصلت قبل كده فعلا. فهنا ده اسمه خطا مهني غير مقصود، الطبيب بيحاكم فيه. ولكن هنا الخطأ بتاعه، هل كان الطبيب دوت يقصد ان هو ينسى الحاجه دي جوه؟ طب هي العقوبه بقى في الحالتين؟ معانا الفنان عبير فاروق. اهلا بحضرتك، اتفضلي. الو اتفضلي الفنان عبير فاروق، هنتواصل معاها تاني عشان الخط قطع. اتفضل حضرتك كمل. هو حضرتك زي ما قلنا لحضرتك كده، هنا العقوبه نفسها، هل الطبيب دوت عنده قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص، وان هو كان هو بيرتكب هذا الفعل عارف هو بيعمل ايه، ولا نتيجه خطا ونسيان وعدم ادراك منه او من الطاقم المساعد ليه؟ لان الطبيب النهارده اثناء اجراء العمليه الجراحيه بيبقى معاه طاقم مساعدين، لانه مش هيقدر يقوم بكل حاجه، هيفتح ويشيل العضو او يعالج العضو او يستأصله او يقوم بالجراحه وفي نفس الوقت يقوم بخدمه العمليه، لا في طقم مساعد ليه. فممكن يتم الاهمال الطبي في هذه الحاله ان هو ينسى حاجه، وممكن في الحاله دي هذه الاشياء اللي تم وضعها داخل جسم المريض بالخطا لان هنا مش بفعل فاعل، ممكن تؤدي الى وفاه المجني عليه. طب هل اللي هو المريض، طب هل هنا في الحاله ديت الطبيب بيعاقب جنائيا، بس بيعاقب
عن فعل الخطأ المهني الجسيم. طب ايه يعني العقوبة؟ تبقى العقوبة بتاعته بتبقى ساعات عقوبة جنائية، والمحكمة بتراعي بعد تحقيق الدعوة الجنائية عن طريق النيابة العامة وعن طريق الشرطة وعن طريق ندب لجنة من وزارة الصحة إلى آخره، بتشوف الحالة اللي كانت موجودة، هل عن جهل، هل تم استدراك الحالة، هل كان عنده مرض آخر إلى آخره، وبتقضي بالعقوبة الملائمة. ممكن العقوبة في هذه الحالة في حالة وفاة المريض تصل إلى سنة أو اثنين أو ثلاثة مع إيقاف التنفيذ إذا ثبت حسن نية الطبيب وإن ده قضاء الله وقدره وإنه ما كانش يقدر يعمل أكتر من كده وإن دوت نتيجة خطأ منه أو من المساعدين بتوعه. أما لو كان في تعمد أو في تقصير أو في مثلا عدم إدراك فهنا بيعتبر خطأ مهني جسيم يستوجب العقوبة الجنائية في حالة مثلا ما تم استدراك هذا الأمر نتيجة عدم الخبرة، إن هو مش موجود، معهوش طقم مساعد، معهوش مثلا دكتور تخدير إلى آخره، هنا العقوبة بتبقى عقوبة جنائية وبيتم فصله عن العمل وإيقافه عن العمل. أما لو أدى الأمر إلى إن كان الإهمال هنا نتيجة رعونة وعدم استخدام الوسائل وعدم استخدام مثلا طبيب أو عدم تعقيم الأجهزة، ممكن العقوبة تصل إلى إلغاء الشقة المؤقتة. فبتختلف الحالة من حالة لحالة لأخرى، من كل واقعة لأخرى، حسب النشاط الإجرامي اللي موجود وحسب الواقعة اللي موجودة، ولذلك بتختلف العقوبة من متهم إلى متهم آخر. معنا الفنان عبير فاروق، اتفضلي. ألو. ألو. مساء النور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. ألو. حضرتك. أيوة حضرتك، سامعينك. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا فنانة، أخبار سعادتك؟ أخبارك يا فنانة عاملة ايه؟ الحمد لله. أخبار أعمالك؟ نور الشاشة ومنورين كلكم. ربنا يخليك يا أستاذة، ربنا يكرمك. هنشوفك قريب يا أستاذة ولا لا؟ إن شاء الله طبعا هاجي لحضرتك. لا غير لا، أنا ما بتكلمش على الشغل، أنا بتكلم على عمل تلفزيوني أو مسرحي. عايزين نعرف إن شاء الله على شهر واحد الفنية. مسلسل مع أحمد سمير فرج وأحمد صلاح. مش سامعين حضرتك؟ ألو؟ أيوه مع حضرتك كده سامعيني. يا فاطمة. منين ايه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. هو في صوت صح؟ الصوت مش واضح. في صوت. ايوه. ايوه يا فنانة، مع حضرتك. منور يا استاذ عادل. ربنا يخليك يا فندم. ايه رأيك في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة؟ والله الموضوع هايل يعني، مريب. يا ريتنا نوضح له حد بقى. هتعملوه فيلم ولا حاجة؟ يا ريت والله، لو في كاتب بيكتب عنه. طب انا موجود اهو، فاهماني يا استاذه؟ اي حاجه، دور قاضي محامي موجود لحضرتك. انا بتعين لحضرتك في الاستاذه، انت اكبر مستشار يعني. ربنا يخليك يا استاذه، الله يخليك. ميرسي جدا لحضرتك. منور الشاشه ومنورين كلكم يا جماعه. ميرسي جدا لحضرتك، متشكرين جدا. ميرسي على مداخلة حضرتك وحضرتك. طبعا احنا وصلنا لاخر حلقتنا، وكنا مبسوطين جدا مع حضرتك، وبوجه رساله لكل الناس، خلي عندكم قلب، خلي عندكم ضمير، يا ريت نشتغل بضمير، ويا ريت ما يعني ما تخليش موضوع الفلوس للناس اللي هي الفقراء الغلبانه ان تروح تتبرع والكلام ده، لان ديت عليها مساءله قانونيه. هو النهارده التبرع ده تبرع غير قانوني اصلا وغير جائز قانونيا، ودي جريمه. دي جريمه يا اخواننا، يا ريت كلنا نراعي ربنا في شغلنا ونراعي ضميرنا في كل حاجه احنا بنعملها. وشكرا ليك، وتصبحوا على خير، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج ابدأ بنفسك.